بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم إن شاء الله بإذن الله النهاردة يا جماعة عن Foundation Grid System. طيب أول حاجة ضروري قبل أي حاجة نتكلم عن الجريد سيستم ده، لأن هو طبعا البيز بتاع اللي أوت بتاعتنا. طيب قلنا ان الفاونديشن بيديني الابيليتي اني اقدر اعمل جريد سيستم من خلاله، لان هو مضمن جوه منه نظام للجريد سيستمز ديت. طيب هتلاقي الكلام ان شاء الله باذن الله اسهل شويه، لاني حضرتك مريت بجريد سيستم زي سكيلتون كده. طيب شويه معلومات بسيطه. الاولى بتقول ان الافتراضي يا جماعه في الجريد سيستم بتاع فاونديشن انه بيدي لك 12 عمود زيه زي سكيلتون زي تمام. علشان نبتدي احنا نضيف عنصر جديد لازم نكتب الكلاس بتاع اضافه عنصر جديد. تمام، الكلاس بتاع اضافه عنصر جديد يا جماعه اسمه رو. تمام، اللي انا عملته انا فاتح ملف الاندكس بتاعي ورحت مفضي كل الاكواد HTML اللي فيه ما عدا اللي في البادي، اقصد ما عدا الاربع السكريبتات دولت خليتهم زي ما هم، وجهز اني اضيف الديفيجن بتاعي. تمام، ده اول ديف راح اضيفه، وانا قلت كلمه السيرف اني ادي الديف ده كلاس واسميه يا جماعه ار او دبليو. يبقى في كل مره هو بيشوف انت بتكتب او بتستدعي الكلاس رو، الكلاس رو ده يا جماعه مسؤول عن انشاء هوريزونتال بلوك، بلوك افقي تحط فيه الكونتنت بتاعك. تمام، لو انت عايز تتاكد ان المساله بتمشي اوكي. طبعا انت بتقول ان الكلاس الافقي ده دلوقتي يا جماعه الافتراضي بتاعه كام عمود؟ ها 12 عمود مفروض. لو انت عايز تتاكد ان القصه ديت مظبوطه روح لي على ملف الاب بتاعك وحط لي مثلا اعمل لي ستايل للرو ده. تمام، انا عملت ستايل للرو وكتبت فيه باك جراوند كذا، وهحط فيه اي كونتنت معين عشان يظهر المحتوى ده يا جماعه، واروح اعمل ريفرش بتاعي للبروس بتاعها، هتلاقي ادي اهو اخذ مني المساحه كلها. في اضافه جميله كده في اسمها فاونديشن اوفرلاي اكستنشن بتوري لك ال 12 عمود. تمام، الاضافه ديت اسمها فاونديشن اوفرلاي. لو عملت سيرش على في الكرومز ويب ستور على فاونديشن اوفرلاي هتلاقيها ان شاء الله باذن الله موجوده. بتدي لك زي سيميوليشن للقصه بتمشي ازاي يعني يا جماعه. تمام، رايت اوكي، ده كده الافتراضي بتاعي. انا طبعا هفضي ملف الاب، مش عايز فيه اي حاجه، انا كنت بعمل تيستنج بس على القصه دي. كل ما انت محتاج تضيف صف جديد انت محتاج الكلاس رو. ممتاز، طيب جميل. لما تحب تضيف عمود جميل، لما بتحب تضيف عمود بتستخدم الكلاسات. الكلاسات اللي انت بتستخدمها يا جماعه الكلاس كولوم او الكلاس كولومز، يعني هي بس نضيف لها اس، باختلاف طبعا الجرامر بتاعه الانجليش. لو انت بتضيف رقم واحد بس يبقى انت محتاج مش محتاج اس، لو بتضيف رقم جمع فانت محتاج الاس. جميل، تمام اوكي. طيب اضافه المحتوى او العمود لازم ياخد شكل من ثلاث اشكال، يعني لازم ياخد كلاس من ثلاث كلاسات، اما ان هو يبقى سمول وده خاص بالشاشات الصغيره، اما ان هو يبقى ميديوم وده خاص بشاشات ميديوم، او ان هو يبقى لارج وده خاص بشاشات لارج. كلامنا النهارده عن السمول يا جماعه. تمام، ممتاز. خلونا طيب نبتدي دايركتلي علشان ننشئ ديفيجن جديد. تمام، الديف ده يا جماعه هنديله الكلاس في الاول كده، الكلاس هنميل ان هو برضو نخليه 12 عمود. تمام، هنروح نقول سمول داش اور هايفن 12 وبعدين نكتب الترميز كولومز. تمام، انت كده بتحاول تدرج داتا جوه الرو ده، الداتا بتاعتك اللي جوه الرو هتمتد بعرض الرو كله اللي هو ال 12 عمود يا جماعه، لان انا كاتب له 12 عمود. تمام، الرقم ده طبعا ده باوند ديت ان، انت بتكتبها زي ما انت عايز. اكشولي المهم جوه الرو الواحد ما تزيدش عن ما تزيدش عن 12، المجموع بتاع الكلاسز بتاعك ما يزيدش عن 12. علشان نبتدي نعمل تيستنج للكلام ده يا جماعه انا اروح ابتدي ادرج باراجراف من نوع باراجراف، والباراجراف ده انا هحط فيه كلمه سمول 12. تمام، ادي كنترول سي جوه منه، وادي لها كلاس بيساوي الكلاس ده يا جماعه طبعا بره الكو هنوصل له ان شاء الله باذن الله. تمام، لكن احنا بنحاول نمثل بس القصه بيه يعني سكسس. تمام،
ابتدي اعمل كنترول اس. مالك احنا طبعا هنتعرف على القصه دي بس كمان شويه، ده بس على سبيل التمثيل. لو انا رحت وعملت ريلود الاقي ادي السيناريو بتاعي، تمام، ادي السمول ممدود على ال 12. التأصيل الجميل يا جماعة، انت كده فهمتني، انت كده انا اظن ابتديت تفهم يعني ايه فريم ورك بشكل عملي. انا عندي كلاس اسمه سكسس كول اوت، ده للناس اللي هي ممكن تكون مستغربه، مسؤول عن ان هو يعمل لي بوردر لونه ازرق ويديني، واخد الفلاتر دي، واخد بولدر واحد بيكسل لونه ازرق، واخد خلفيه لونها مش عارف كذا وترانسبيرنت، ده حاجه جاهزه بالنسبه لي. وعندي مجموعه من الكلاسز الثانيه. انت كده فهمت يعني ايه فريم ورك، مش كل شويه اقعد اكتب انا بوردر واحد بيكسل سوليد ما اعرفش ايه، لا 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 عادي تمام. رايت ديت اول نقطه، ممتاز خالص. ما تيجوا طيب نصعب الامور شويه ونقول ان احنا عايزين ندرج مره ديت صف جديد، لكن ايه هنحاول نخلي فيه عمودين مش عمود واحد، منطقي وسهل وبسيط. انا ادي الرو بتاعي، هاخده الكوبي. انا قلت انت عايز ايه؟ عايز رو جديد، عايز رو جديد بكده، ادي رو صف جديد. اوكي هاخد السطر ده يا جماعه، اعمل له كنترول دي دوبليكيت وهغير ال 12 ل لرقم تاني، ادي 6 و تمام 6 و6. المهم المهم في كلامنا ان الاثنين دولت يبقى مجموعهم بيساوي القيمه الافتراضيه بتاعت صاحبنا اياده اللي هو عباره عن 6. انا لو مسحت ديت وكتبتها 6 6، اعمل كنترول اس واروح بريفريش، الاقي في الصف الجديد انا عندي 6 وعندي 6. طبعا لو انا شغلت الجريب بتاعه عد كده، دي 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، تمام كده يا جماعه؟ جميل. والمساله ريسبونسيف برضه عشان الناس تكون في الصوره، الجريد هي كلها ريسبونسيف الى ما لا نهايه، الى ما شاء الله كلها ريسبونسيف. كل ما بتديك ما بتزيد ريسبونسيف معاك الجريد، تمام؟ اساسا الفاونديشن كله ريسبونسيف يا شباب. ماشي جميل خالص. طيب ما تيجوا نصعب، او يعني ناخد مثال عالي شويه، انت فهمت الفكره ماشيه ازاي؟ عادي مش مشكله، ادي كنترول سي. المثال الثاني هنحاول نستخدم فيه بقى ثلاث ديفيجنز، تمام؟ ولنفرض هنخليها 3 و3 و6، ادي يا جماعه نمسح دي ونخليها 3 ونمسح دي ونخليها 3، وديت هتكون 3 وديت هتكون 3، ونعمل كنترول دي للسطر ده وديت هتكون 6 وديت هتكون 6. نحسب كده 3 و3 6 و6 يديني 12. كده انت لو عملت ريلود هتلاقي اني من تحت 3 و3 و6، تمام يا جماعه؟ ادي المساله بتاعتك، وانت عيش في الدائره ديت زي ما انت عايز. المهم ان الرقم بتاعك ما يزيدش عن ال 12. طيب الاحتمال بتاع ان الرقم بتاعك يزيد عن 12 بمعنى ان هو مثلا يبقى 7، ده هيعمل لك خلل في التصميم، وطبعا اكسبكتد ان الرو ده تنزل تحت تاني طبعا لانه مش هيلاقي المساحه دي، فيروح نازل تحت. والافتراضي في الالاينمنت ان هو يروح يمين طبعا. ليه؟ لان اللي في نفس الديفيجن ده واخد فلوت، اسف انا بتكلم عن فلوت يا جماعه، ده واخد فلوت ليفت وده فلوت ليفت وده فلوت ليفت، فمن الطبيعي ان هو تلاقي اول لما بينزل يبتدي ياخد الفلوت على اخواته يعني، فاهمني؟ بحيث ان هو يكمل بعد منهم لو كان في مساحه او لو كان في كونتنت بيسمح بالقصه دي. الشاهد معايا في السيناريو ان الرقم بتاعك يكون مظبوط يا شباب. ديت البدايه في السمول جريد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.